عندنا كذلك يجب الغسل ليوم الجمعة، وهو اختيار من الشيخ الألباني وابن العثيمين رحمه الله، واستدلوا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه الشيخ محتلم يعني بالغ. وقلنا علامة البلوغ معاذ، علامة البلوغ العلامة الأولى يلا ذكرناها، العلامة الأولى تمام 15 سنة، العلامة الثانية خروج المني، العلامة الثالثة إنبات الشعر في القبل أو الدبر، العلامة الرابعة هي خاصة بالمرأة خروج دم حيض، لحديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. فهمنا؟ إذن غسل يوم الجمعة هو واجب واجب هو اختيار الشيخ الألباني وابن العثيمين. ومذهب الجمهور يعني أغلب العلماء أن غسل يوم الجمعة هو مستحب، لكن نقول يعني من استطاع أن يغتسل يوم الجمعة له الوقت وله يعني الماء وغير ذلك فليغتسل وله الأجر. فهمنا؟ وله الأجر، يعني لا يبحث هل واجب أو غيره، يعني يغتسل فوله الأجر، والله عز وجل يحب منك يعني أن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ الإنسان يعني لا يبحث هل هو واجب أم غير واجب باش يعني يترك، نعم يبحث ليعلم فقط، أما يبحث يعني هل واجب أم غير واجب ليترك هذا العمل؟ لا، يقول يعني هذا العمل يعني مستحب يعني وخا ما تعملوش، لا، الإنسان يعني يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل إما الخميس بالليل أو يوم الجمعة، إما الخميس بالليل أو يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. إذن فهمنا، إذن دابا غادي نسولكم إن شاء الله. إذن قلنا حديث عائشة رضي الله قالت، لكن اللي بغى يجاوب السؤال يرفع صوته، عائشة رضي الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا من يكمل، ويقول من الراوي إلا بخمار رواه بخاري لا رواه إن شاء الله رواه أبو داود هكذا. إذن فهمنا